فرسان بلادي فرسان بلادي فرسان بلادي. حكيتي اليوم على بنية صغيرة بدت حلمتها من المكتب متاحها. البنية في عينيها طموح وهي مازلت وردة صغيرة وريقاتها جايين من عريف فن. حكيتي على الضخامة والأناقة والطرب والسلطنة. عامل حالة لا لا لا. حكيتي لليوم على عليا. تولدت بيا بنت البشير بن الهادي الرحال نهار 4 نوفمبر 1936 في تونس في وسط عائلة مبسوطة وميسورة. البنية فريعة من وريدة فن وها البشير الرحال الفنان المسرحي المعروف. بيا في عمر 14 سنة بدأت تكتشف في غرامها وهي مازلت في المكتب. الصغرونة كانت كيف تقف تغني على ركح المدرسة الناس الكل تسكت وتسمع. بنية صغيرة والخانة في الصوت كبيرة. اسمعها رضا القلعي اللي قرر يتبناها فنيا وبدأ يدرب فيها على الأداء الصحيح. طولت مسيرتها مع رضا القلعي اللي تعلمت على يده أداء جميع أنواع الغناء. كبرت البنية وفي عمر 21 سنة تتقدم للإذاعة الوطنية وتقبلت كمطربة أساسية في الحفلة الشهرية اللي تتعدى مع أكبر الفنانين. بيا تعزم وتخدم وتنجح وتقدم بالخانة والصوت القوي والثخامة والحضور على الركح. البول فنان يشجع بنته باش تكمل في طريق الفن والأم معترضة. بيا تسجل تحت اسم مستعار باش ما تعرفهاش أمها. أول غنياتها من تلحين رضا القلعي ظلموني حبيبي سجلتها تحت اسم فتاة المنار. بيا اعتراف أمها ما زادها كان عزيمة حابة فنها وحابة تكمل المشوار فيه. واصلت في الإنتاج وتزيد تتدرب. بيا تتسمى بعليا بعد أول تسجيل لها في الإذاعة الوطنية. تواصل عليا مشوارها وتدخل للراشيدية من بابها الكبير وين غنيت الأول مرة غنية برهوم للمطربة اللبنانية نجاح سلام. غنيت قدام الفنان أحمد شفيق ومحمد عبد المطلب وهنا أبواب الشرق تتحللها. بعد الأداء التونسي العظيم عليا تأدي الشرقي. ما نحبش فضة وذهب افغني وخوذ اللي تحب. فنانة تأدي كل شيء ببراعة حتى الخفيف كيف ما جاري يا حمودة من ألحان أحمد حمزة. حتى الأغاني المؤثرة كانت تدمع منها الناس كي تغنيها عليا كيما دمعت عيني دمعة. الفنانة ملكت القلوب. حفلة الشهر يستناوها الناس الكل. الناس تحب تسمع عليا التونسية. 1968 كوكب الشرق في تونس يناديو العليا باش تغني الأطليل قدام أم كلثوم. تعجبها وتقول لها أنت لازم تجي تغني في مصر. باب جديد يتحل العليا وتفكر بجدية أنها تدخل في تجربة جديدة في هوليوود الشرق. وبدأت عليا تتعرف عربيا وعملت برشا إنتاجات. في 1988 ترجع عليا نهائيا لتونس. 19 مارس 1990 عليا تتوفى وربي يهز أمانته في عمر 53 عام. مسيرة عظيمة توقفت في العام ذاك. أمل اليوم مازالت القديرة عليا حاضرة في فرحنا ومناسباتنا. الله يرحم الساحرة عليا. فرسان بلادي فرسان بلادي.